قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة كما اعتدنا يا أحبابي. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وسلمكم الله وجميع أسركم من كل مكروه وسوء ووباء. معنا النهاردة إن شاء الله مع حل الامتحان الرابع نهائي من كتاب جيم للمراجعة النهائية والامتحانات. يلا افتحوا معايا الكتاب صفحة 109، وجنبك طبعا سكتش الملاحظات. بس الأول نقول بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونبدأ بالسؤال الأول، سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. زي ما تعودنا بذكر حضراتكم دايما نقرأ السؤال كويس جدا جدا مع فهم معنى الجملة، بعد كده نستبعد الإجابات الخاطئة ونختار الإجابة الصح. Number one, Egyptian scientists، العلماء المصريين، have a good note all over the world. لهم سمعة جيدة في جميع أنحاء العالم. فين كلمة سمعة حبايبي؟ حبايب المستر، كلمة repetition. برافو عليكم، كلمة repetition بمعنى سمعة. تمام، سمعة طيبة في جميع أنحاء العالم. هما الكلمة repetition دي معناها التكرار، صح ولا ما أقولك repeat after me، يعني كرر ورايا. طيب كلمة illiteration دي معناها الجناس، الجناس يعني تكرار الحروف، فيبقى في تجانس بين الكلمات طيب والحروف. مال كلمة population، كلمة population بمعنى عدد السكان أو التعداد السكاني. تمام شطار، تمام التمام. طب number two، many orphans، orphans اللي هم اليتامى، نحفظ طبعا الكلمات الجديدة ولو عارفينها بدنا بنأكد المعنى. suffer يعانون، as a result of، اشرت قبل كده لمعنى as a result of بمعنى كنتيجة لي، يبقى as a result of، احفظ التعبير ده بمعنى كنتيجة لي. the نقاط conditions، يعني conditions الظروف، they live in، الظروف ايه اللي هم عايشين فيها. طبعا اما تقرأ هتاخد كلمة unforgiving، يعني الظروف الغير متسامحة التي يعيشوها. خد بالك كبير، كلمة forgive فعل بمعنى يسامح. الناس معايا مش معايا شطار؟ تمام التمام، تمام التمام. طيب كلمة forgiving يعني متسامح، طب ما احط ال UN يبقى معناها غير متسامح، يبقى الظروف الغير متسامحة او الصعبة التي يعيشوها. طبعا unrecognizable او unrecognizable بمعنى بمعنى ايه؟ لا يمكن التعرف عليه. تمام. طب كلمة understanding بمعنى متفاهم، امال كلمة upset بمعنى تعيس، لكن كلمة unforgiving بمعنى الصعبة او غير المتسامحة. وصلت شطار؟ تمام. it's believed that يعني ايه؟ يعتقد ان، قاعدة it. تمام شطار، مع الفعل believe. تمام التمام. الافعال دي طبعا لها طريقتين في البناء للمجهول. الطريقة الاولى وشرحناهم قبل كده في الفيديوهات السابقة، ان احنا نبدأ بإت، بعدها is، لواز، لهاز بين على حسب اللي موجود. تمام منهم. بعد كده التصريف الثالث من افعال الشائعات او افعال الرأي، زي الفعل believe او الفعل said او الفعل considered او الفعل، يلا هقولوا معايا، known. برافو عليكم. او الفعل alleged بمعنى الدعاء، دي كلها افعال اسمها افعال الرأي. تمام، لها قاعدتين او طريقتين للبناء في المجهول او الباسيف، اولهم it وبعد كده is، لا was، لا has been، ثم التصريف الثالث من هذه الافعال believed، said، thought، known، alleged، predicted، expected، كل دولت ذات. تمام. المهم طبعا هنا مش جرامر، بس انا بفكرك بالقاعدة دي مهمة جدا. لقيت ايه؟ تخد بعدها لا is، لا was، لا has been على حسب اللي موجود، وبعد كده التصريف الثالث. ذات هو الرابط. تمام شطار، مع it. طيب بقى نكمل الجملة. It's believed that، يعتقد أن، not information، is based naturally يعني تنتقل طبيعيا. كلمة based يعني ينتقل أو يمر.
naturally بمعنى طبيعيا. تمام. through يعني through من خلال, generations كلمة generations يعني الأجيال. حلوة أوي أوي. يبقى المعلومات الوراثية, المعلومات مين؟ الوراثية اللي هي كلمة genetic. كلمة يا شطار genetic, يبقى genetic information. genetic information اسم موصوف. تمام. يبقى محتاج لصفة, يبقى هناخد كلمة genetic. تمام. امال يا مستر جينز بمعنى ايه؟ ما تفوق معايا يا شباب. اه فوق معايا مها, منوره القناه دايما, من نجوم القناه ما شاء الله. وايات من نجوم القناه, واسراء من نجوم القناه, وايه من نجوم القناه, والسيد من نجوم القناه, وعبد الرحمن واحمد ومحمد. طبعا ان شاء الله هحاول اذكر كل اسماء الناس باذن الله اللي موجودين. واحمد, تمام, احمد المراكبي, كل الناس دي على عيننا وراسنا, نجوم القناه, كلكم نجوم القناه, كل الناس اللي بتدعم القناه هم نجوم القناه, ودي قناتكم يا حبايبي مش قناتي. جينز بمعنى الجينات, ده النون. قلنا جينيتك دي الصفه بمعنى جين, وتتبع باسم موصوف. طب يا مستر جينيتيكالي ده الحال. حلو قوي. معنى بشكل جيني. طب جينيتكس, اه ده علم الوراثه, علم الوراثه. فهمنا؟ اما تقول اخويا بيدرس علم الوراثه يبقى تقول ماي براذر ها ستاديز جينيتكس, وتختار ساعتها مين؟ جينيتكس اللي اخرها اس, وتعامل معامله المفرد زي فيزيكس كده, علم الفيزياء. نمبر 4 يا حبايبي, our teacher was, وصحصحوا معايا كده, our teacher was that we all get good marks in the tests. الله, المدرس بتاعنا كان مصرا, كان مصرا ان احنا كلنا نحصل على درجات جيدة في الاختبارات. طبعا كلمة يلا خليك معايا باشا, الله ينور عليكو, كلمة مصر, يبقى هناخد determined. determined يجي بعدها ذات, وبعد كده فعل وفعل, يعني جملة كاملة زي الجملة اللي قدامنا دي, او يجي بعد determined to, والفعل فين؟ في المصدر. determined to زائد فعل في المصدر, او determined ذات زائد فعل وفعل, يعني جملة كاملة. في مشاكل يا شباب؟ لما فيش اي مشكلة مستر. وهدول مثلا ما خدناش وز ديسايدد. ليه يا عم الحاج؟ لان الفعل ديسايد يا حبيبي. تمام. اه تمام. هيبقى معنى الجملة ايه؟ آه مدرسنا كان مقررا. تمام يا شطار. كان مقررا ولا كان عازما؟ لا, كان عازما او كان مصرا. فخد بالك احنا محتاجين بعد فيرب تو بي لمين؟ لصفة. اللي الصفة مين يا حبيبي؟ ديترمند. وصلت؟ يبقى كان مصرا, كان عازما, ما قلتش كان مقررا ان احنا كلنا نجيب درجات, لا ده كان مصر. طب كلمة contribute, contribute بمعنى بمعنى ايه؟ برافو عليك, ويساهم. حلوة يا حبايبي. كلمة contribute بمعنى يساهم. طب كلمة object بمعنى يعترض. يبقى الإجابة الصح طبعا وخدناها في المنهج اللي هي كلمة determined بمعنى مصر, ويجي بعدها to المصدر, او يجي بعدها ذات فاعل وفعل, الباقيين ما يمشوش حتى معنا. يلا بينا number 5. The adjective friendly, الصفة friendly is an antonym. antonym قلنا بمعنى مضاد. اه هي مضادة للصفة ايه؟ مضادها كلمة ايه؟ عكسها كلمة ايه؟ يا ترى rapid سريع, ولا rare نادر. تمام ناس معايا, ولا hostile. اه hostile بمعنى عدائي, ولا remote بمعنى بعيد او نائي. برافو عليكم يا حبايبي. حلو مستر. طبعا hostile بمعنى عدائي, عكسها كلمة friendly. تمام برافو عليكم يا شطار. طيب نكمل مع بعض يا حبايب قلبي, ونروح للجملة رقم كام؟ للجملة رقم 6. بس الأول تصلوا على سيدكم النبي كده, قولوا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الناس معايا؟ أيوة معاك يا مستر محمود, كلنا آذان إيه؟ صاغية زي ما بقولوا. يلا بينا الجملة رقم كام؟ الجملة رقم 6. مركزين يا حبايبي؟ مركزين يا مستر. بيقول لي إيه؟ famous footballers اللي هم لعيبه لعيبه كره القدم المشاهير. اه such as, لما اجي اضرب مثل او اعطي مثلا, such as ميسي, مثل مين؟ ميسي, رونالدو, ان محمد صلاح, are often غالبا chased by, غالبا ما يطاردوا. الفعل chase بمعنى يطارد, بس الجمله هنا مبنيه لمين؟ للمجهول باسيف. غالبا ما يطاردوا بواسطه الاوتوغراف. كلمه اوتوغراف يعني توقيع شخصي. اه صيادي التوقيعات الشخصيه. يا ترى developers مطورين, ولا printers بمعنى برينتر بمعنى ايه؟ الله ينور عليكم. طابعات جمع طبعة. تمام طابعات, ولا كاتشرز بمعنى ماسكين. تمام يا جماعة كده, ولا هانترز برافو عليكم معناها صيادين التوقيعات الشخصية. مش معناها بيصطادوا التوقعات, معناها يعني بيتتبعوا الناس المشاهير عشان ياخدوا منهم التوقعات. التوقيعات مش توقعات, ماشي, التوقيعات الشخصية. تمام يا حبايبي. نكمل مع بعض حبيب قلبي, مكمل يا مستر محمود.
Number 7. هالة دوتس هير تيتشر هاد جيفن هير ذا فول مارك ان انجلش. بنسأل هنا فعل القول. حلو قوي قوي، حلو قوي قوي. اولا انا لقيت مين؟ سأل رسول الله. ها في الجمله سيد تو في الاختياري، ولقيت سيد، ولقيت تولد، ولقيت قصد. حلو، نشوف الجمله يا ترى هي جمله خبريه ولا جمله استفهاميه. هاله ان مدرسها، طيب ده ما فيش هنا اداه استفهام. حلو قوي قوي، يبقى اصل الجمله كان في مين يا جماعه؟ كان في ذات قبل هير، يعني دي جمله ايه؟ يعني ذات توضع ولا توضع. طالما ما لقيتش رابط اف او ويزر او اداه استفهام، يبقى الجمله دي جمله ايه؟ خبريه. حلو قوي قوي، يبقى هناخد مين؟ حلو، يبقى دي جمله خبريه، يبقى هنشيل مين؟ يلا في الاول كده اللهم صل على سيدنا محمد، هنطير اسكت. حلو، طارت. اتفضل عندي طولد، بس عشان استخدم طولد لازم يجي بعدها مفعول. وتفضل عندي سيد، عشان استخدمها يجي بعدها فاعل. وسيد تو طبعا مش هتنفع تستخدم هنا لان الجمله غير مباشر، صح ولا شطار؟ سيد تو تيجي في المباشر. طب يا مستر هناخد مين هنا؟ انا هاخد سيد. الله ينور، واللي عملها سيد برضو ممتاز. ليه؟ لان هير تيتشر هنا هو فاعل جمله وليس مفعول. عرفت ازاي يا مستر انه الفاعل؟ لان جه بعديه فعل اللي هو هاد جيفن. شايفين يا حبايب قلبي؟ تمام يا مستر، برافو عليكم. يبقى ليه خدنا سيد؟ لان سيد تتبع بفاعل. حلو قوي قوي. ليه ما خدناش طولد؟ لان طولد لازم يجي بعدها مفعول وبعد كده فاعل، او يجي بعدها مفعول ذات فاعل. انتوا عارفين ذات توضع او لا ايه او لا توضع. يبقى ليه خدنا سيد تاني؟ عشان سيد تتبع بفاعل ثم فعل، وده اللي موجود في الجمله. حلو، طب لو لقينا مفعول وبعد كده ذات وفعل وفعل، او مفعول ثم فعل وفعل، كنا خدنا ساعتها تولد. يبقى حبايبي يقولوا لي ايه الفرق بين سيد وتولد؟ حبايبي يقولوا مستر تولد تتبع بمفعول، لكن سيد تتبع سيد تتبع بفعل. نمبر 8، وي دونت فور 12 اورز، لمده 12 ساعه، ودي مده طويله طبعا. وين هي ووك اس اب، عندما ايقظنا احنا، استمرنا في النوم لمده كام؟ 12 ساعه. تمام، عندما هو ايقظنا. طيب يا شطه مش في فور ومده زمنيه طويله؟ حلوه قوي، يبقى ناخد مين؟ زمن الماضي التام المستمر. برافو عليكم يا حبيب قلبي، نفوق كده مع بعض. يبقى فور ومده زمنيه طويله، والنوم من الافعال اللي بتحتاج لفتره زمنيه اطول، يبقى ناخد هاد بين فيرب اي ان جي. صحصحوا معايا يا حبايبي. طيب يلا بينا نروح لنمبر 9. يقول لي ماي براذر ميديسين ان لندن ذيس تايم نيكست يير. الله على الجمله يا شطار. اخويا هيكون بيدرس الطب، عقبالكم كلكم كده ان شاء الله، واشوفكم احسن دكاتره ومهندسين ان شاء الله في لندن. وخد بالك بقى من العلامه اللي جايه دي يا باشا، ذيس تايم نيكست يير. الله، اما تلاقي ذيس تايم نيكست يير، ان ذيس تايم نيكست يير، ات وساعه وما يدل على مستقبل، فروم تو وما يدل على مستقبل، بتوين اند وما يدل على مستقبل، اول وما يدل على مستقبل، على طول اختار ويل بي فيرب اي ان جي، بنسميه زمن المستقبل المستمر اللي بيدل على ان الحدث سيستمر في فتره محدده ومعينه في المستقبل. نمبر 10، هي دوتس هاو ميني نوفلز. حلوه قوي قوي، هاو ميني، تمام. الرابط هنا اداه استفهام. هو هاو ميني نوفلز كم عدد روايات؟ اي هاد ريد، خد بالك هاد ريد ماضي، تمام. اي هاد ريد ذا بريفيوس مانث، الله، اللي انا قراتها في الشهر السابق. طيب يا باشا بيسالنا هنا برضو فعل مين؟ القول. حلو، مفيش مشكله خالص، وماله يا عم الحاج، بيسالنا في ايه؟ في فعل القول. طيب الاول الجمله دي جمله ايه؟ خبريه ولا جمله استفهاميه؟ حبيبي لو مستر الجمله دي جمله استفهاميه لوجود الرابط هاو ميني، وده يعتبر اداه مين؟ استفهام. يبقى تبعا لده هنطير مين؟ هنطير تولد وهنطير سيد، لان دول بنستخدمهم كافعال كل في الجمله مين. برافو عليكم، الناس تشتغل معايا كده كأن انا بسال السؤال وانت بترد معايا كانك في درس. سيد وتولد يستخدمان كفعل قول في الجمله الخبريه في الاستيتمنت، اما wanted to know او inquired يستخدمان كفعل قول في الجمله الاستفهاميه. طب يا مستر انا هاخد inquired اللي هي مضارع، ولا هاخد wanted to know اللي هي ماضي؟ طبعا هناخد wanted to know. ليه؟ لان زمن الجمله ماضي، يبقى اكيد فعل القول ماضي والعكس ايه؟ صحيح. وصلت يا حبايبي؟ تمام. نمبر 11، بس صلي على سيدك النبي كده خمس ست مرات، قول صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. ذا ايرلاين يعني الخطوط الجويه، از ريسبونسبل، ريسبونسبل يعني مسؤول، يجي بعدها مين على طول من حروف الجر؟ برافو عليكم حبايبي، ريسبونسبل فور، خدناها طبعا في الوحده ال13. ريسبونسبل فور بمعنى مسؤول عن، responsible for بمعنى مسؤول عن. حلو، اول ما تشوف responsible خد for. the safety، safety يعني ايه؟ safety يعني سلامة. its passengers، passengers اللي هم الركاب، يبقى على بعضها شركة الطيران بتكون مسؤولة عن سلامة ركابها.
يلا بينا نمبر 12. بيقول لي ايه؟ if I had. حلو، وصلنا لحالات اف اللي شرحها بالتفصيل الممل في قائمة شرح ومراجعة الصف الثاني الثانوي. لو عايز تبقى بسم الله ما شاء الله عليك بيرفكت A1 في حالات اف، ارجع للفيديوهات دي ان شاء الله فيها كل تركات وحركات اف. if I had not her address. تعال نحدد الاول القاعدة دي، يا ترى صفرية ولا اولى ولا تانية ولا تالتة؟ لا انا عندي جواب الشرط would have sent. يعني would have التصريف الثالث، يبقى انا في الحالة الكام؟ انا في الحالة التالتة. برافو عليكم. يبقى انا محتاج ل had موجودة اهي والتصريف الثالث. فين التصريف الثالث هنا يا باشا؟ طبعا found. مين يا شطار؟ found. لو انا وجدت عنوانها، لو انا وجدت الجمله مبنيه للمعلوم، لو انا وجدت عنوانها انا كنت هرسل لها دعوه. حلو قوي. واحد لما طب ليه ما خدناش فاوندد؟ يا حبيبي ده فاوندد ده تصريف ثاني وتالت من الفعل ايه بقى؟ تمام، فاوند برضو بس بمعنى يؤسس. وصلت يا شطار؟ لكن فاوند ديت اللي احنا اخترناها تصريف ثاني وثالث من فايند يجد، في فرق شاسع. يبقى فاوند ديت فاوندد الاختيار رقم سي هي تصريف ثاني وثالث من الفعل فاوند. فاوند لا اف او يو ان دي تصريف اول، فاوندد تصريف ثاني وثالث بمعنى يؤسس. الله. لكن فاوند اللي احنا اخترناها دي طبعا دي تصريف ثاني وثالث من الفعل فايند اللي هو اف اي ان دي بمعنى يجد. طيب بين فاوند مش هستخدمها لان الجمله مبنيه للمعلوم وليست للمجهول، وطبعا فايند مضارع مش هتنفع معانا في الحاله الثالثه من اف. يلا ننتقل للجمله رقم 13. حبايبي معلم مش معايا، معاك يا مستر محمود. طب صلوا على سيدكم النبي كده، قولوا صلى الله عليه وسلم. يلا حبايبي مع الجمله رقم 13. Those who finish their exam. هؤلاء الذين انتهون من الامتحان start making noise. المفروض ما يعملوش دوشه. حلوه قوي. طبعا ماست مش هتمشي، امال هؤلاء الذين انتهوا من الامتحان اللي خلصوا الاول يعني يجب يعملوا دوشه ولغوشوا على الناس اللي جنبهم ولا mustn't؟ طبعا الاجابه mustn't. ممنوع ان هم يبداوا يعملوا دوشه في اللجان. طبعا should ما تمشيش وmay ما تمشيش، المعنى هنا عايز النفي. يبقى هؤلاء الذين ينتهون من الامتحان ممنوع يعملوا دوشه. نمبر 14 نكمل كده. talk to her friend she forgot everything around her. الله. طيب يا مس هناخد مين؟ هقول لك يا حبيبي هناخد مين؟ هناخد الفعل talking. الله. تمام. talking to her friend او ممكن ابدا الجمله فيرب اي ان جي وبنسميه اسم فاعل. بنسميه مين يا حبيبي؟ اسم فاعل. وده بيبقى اختصار لمين؟ هقول لك دلوقتي. اختصار لرابط زائد جمله كامله. ازاي؟ بصوا كده. talking to her friend she forgot كان اصلها ايه؟ when she talked كان اصل الجمله. النقط دي كان اصلها هي when she talked to her friend، عندما هي تحدثت مع صديقتها. طيب ممكن احذف when والفاعل واخد الفعل to احوله الفيرب ing. تبقى talking ونسميه اسم فاعل يحل محل رابط زائد جمله كامله، بنسميه اسم ايه؟ فاعل. فممكن الجمله تبدا بفيرب ing اختصارا لرابط ثم فاعل ثم فعل. حلو قوي قوي، كلام جميل. طب يا مستر امتى بقى ناخد توكد اللي هو اسم المفعول؟ وده جرامر الوحده 16 اهو بشرحه اهو. امتى ناخد بقى توكد اللي هو التصريف الثالث اسم المفعول او الباست بارتيسيبل؟ يقول لك لو كان اصل الجمله رابط ثم مفعول. رابط ثم مفعول ثم فيرب تو بي والتصريف الثالث. يبقى امتى ناخد توكينج اللي اخرها ان جي في بدايه الجمله؟ لو اصل الجمله في رابط زي وين كده وبعدها فاعل وفعل، لان يعني الجمله مبنيه ايه؟ للمعلوم بعد رابط. طب امتى ناخد التصريف الثالث يا مستر اللي هو اسم المفعول؟ ركزوا معايا حباب قلبي او لحضرتك، وركزوا معايا فاطمه منوره القناه دايما. تمام. يقول لي اخد التصريف الثالث لفعل في بدايه الجمله لو كان اصل الجمله رابط وبعديه مفعول وبعديه فيرب تو بي وبعد كده التصريف الثالث، يعني ايه رابط وبعديه جمله مبنيه للمجهول، وده بيبان من خلال معنى الجمله. وصلت يا حبايبي؟ تمام التمام يا حبايبي. يلا بينا، مهمه جدا طبعا. نمبر 15. ياسر انجويز. كلنا عارفين الفعل انجوي بمعنى يستمتع بيه. انجوي تتبع بايه؟ على طول من غير ما تفكر يجي بعدها فيرب اي ان جي. ياسر انجويز ريدنج ساينس فيكشن، بيستمتع بقراءه الخيال العلمي او قصص الخيال العلمي في وقت فراغه in his free time. نمبر 16 والاخيره. I am going to the shops. انا رايح السوق. تمام.
او المحلات to get some tennis shoes عشان اشتري لنفسي او احصل لنفسي على حذاء للتنس. حلوة قوي قوي الجملة هنا بدأ بالضمير الفاعل اللي هو I، الضمير المنعكس منه اللي هو مين myself، الضمائر المنعكسة الضمير المنعكس من I myself، من he himself، من she herself، من you yourself او yourselves في حالة الجمع، ومن it itself. اوعى تنسى يا حبيب قلبي. طب من زي themselves. وصلت تمام التمام. دي اسمها الضمائر المنعكسة. عندما يكون الفاعل، عندما يكون فاعل الجملة هو الشخص الذي يقوم بالفعل، او هو نفس الشخص الذي يقوم بمين يا جماعة بالفعل او مفعول الجملة، يعني فعل ومفعول في نفس الوقت. بشتري لنفسي تمام، بذاكر لنفسي، بعتني بنفسي، الحاجات دي كلها. يبقى عندما يكون فاعل ومفعول الجملة واحد تمام، يبقى على طول نستخدم ضمير منعكس. بص كده باشا، انا رايح السوق عشان اشتري المين لنفسي، فكأن فاعل ومفعول الجملة واحد، فنستخدم ضمير منعكس. وصلت يا شباب، وان شاء الله نعدت حبايبي بحلقة كاملة بإذن الله تعالى. وعذروني لو الصوت النهاردة تمام، يا رب يكون واصل كويس، لان شوية تعب كده. دعواتكم بالشفاء العاجل حبايبي. انا بشرح والله يعني وانا مريض، عشان يعني ما تخلفش يوم في الفيديوهات، عشان حبايبي نقدر نخلص كل الامتحانات دي بدري. والله ربنا يعلم كده والله. يلا بينا دعواتكم حبايبي بعد اذن حضراتكم. طيب يا شطار يلا بينا نروح للقطع. نروح لمين يا شباب؟ لسؤال القطع. يلا بينا نروح لسؤال القطع، وركز معايا كده يا باشا. حاضر يا مستر محمود. طبعا الناس اللي حلت القطع عرفت ان القطع دي بتتكلم عن راهبه اسمها ماذر تريزا، راحت الهند طبعا وعملت مشاريع خيريه كتير وخير كتير هناك. طيب يا حبايبي اللي حل القطعه رجع معايا اسئله الاختياري كما عودتكم. Where was Mother Teresa from؟ طبعا هو ذكر عندك في اول سطر ان هي من يوغوسلافيا. يوغوسلافيا ديت بلد من بلدان اوروبا، يبقى هناخد مين يا حبايبي؟ يوروب. برافو عليك. هو ذكر هناك مين الدوله، وطبعا يوغوسلافيا معروفه ان هي من بلدان مين؟ اوروبا، يوروب. طيب يا شطار يبقى هناخد طبعا يوروب. ايه هي الاجابه الصح؟ It seemed that the people in India، كان يبدو، يبدو طبعا فين الفعل سين بمعنى يبدو او يظهر، ان شعب الهند، الناس في الهند يعني، had hearts، كان عندهم قلوب. صفاتها ايه قبل ما تريزا تصل، قبل وصول arrival بمعنى وصول، قبل وصول الراهبة تريزا. يبقى هنقول kind ولا gentle ولا caring ولا cruel. انا هختار كلور بقاعدة، عارفين كمان كلمة cruel بمعنى ايه؟ كرول بمعنى قاسي. طب انت خدتها ليه ده حتى لو ما قريتش القطعه؟ هقول لحضرتك ليه. في قاعده اسمها قاعده تيزا، ما اتفقنا قاعده الاستبعاد. كايند طيب، جنتل طيب او لطيف، كيرنج برضو طيب او لطيف او يعتني بالناس. طبعا طالما التلاتة يدوا نفس المعنى فالتلاتة يترموا من الشباك، واختار المختلف اللي هو كلمه كرول، وهتلاقيه برضو متطابق مع المعلومات اللي موجوده فين في القطعه. طب يلا بينا نروح لنمبر 19 تمام. No one was ever turned away from her doorstep. الله، تعبير ده موجود او الجملة دي موجودة في القطعة. بقولك ايه، مفيش واحد ابدا كان بيتم ارجاعه تمام او تحويله من تمام من على باب بيتها تمام او سلالم بيتها. مفيش حد ابدا كان بيردوه، مفيش سائل كان يروح لها او فقير يترد ابدا من على باب البيت، لانها كانت انسانة خيرة جدا. دي معناها ايه؟ معناها ان she didn't late. انا بدل الاجابه على طول طبعا بعد ما حضرتك قريت بقى واستبعدت طبعا بي هي الاجابه الصح. دي معناها she didn't let anyone leave without help، عمرها ما سمحت لاي شخص يغادر بيتها دون ان تساعده. يبقى بي هي الاجابه ايه؟ بي هي الاجابه الصحيحه. وصلت شطار تمام التمام يا حبايب. طب يلا بينا نروح بي هي الصح تمام، بي هي الاجابه الصحيحه، she didn't let anyone leave without help. طيب نروح لرقم 20 يا مساء الحال يا رب. السؤال رقم 20 يا حبايبي في القطعة بيقول لي ايه؟ The phrase، phrase يعني العبارة، كلمة phrase بمعنى العبارة تمام. The phrase have nothing to get، يعني عبارة have nothing to eat يعني ايه؟ يعني ما عندوش حاجة ياكلها. دي مرادف لكلمة ايه؟ مرادفها كلمة ايه؟ طبعا مرادفها ashamed يعني خجول، ولا starving يموت من الجوع، ولا support يساند او يدعم، ولا homeless
مشرد. طبعا الإجابة هتبقى starving. برافو عليكم، يموت من الجوع. يبقى سي هي الإجابة مين الصحيحة، ليس لديه ما يأكل. هي مولي starving يعني يموت من الجوع. تمام، يلا بينا. طبعا الأسئلة الباقية بتاعت القطعة بتبقى سهلة جدا، بتبقى مباشرة. أكثر ما يقلق الطالب في القطعة وسؤال الاختياري. تمام الشطار، تمام التمام. يلا ننتقل مع بعض لسؤال الترانزليشن. مستعدين؟ يلا بينا حبايبي. السؤال رقم 25 بيقول لي translate into Arabic، يعني ترجم اللغة العربية. بيقول لي ايه؟ طبعا تقرأ الجملة كاملة كده في البداية وتفهم المعنى وصحصح معايا. To enjoy happiness، لكي تتمتع بالسعادة and peace of mind، وراحة البال. يبقى peace of mind بمعنى ايه؟ راحة البال. يبقى كي تتمتع ب happiness للسعادة، كلمة peace of mind احفظ يا باشا، وراحة البال. One has to، على المرء. كلمة one خد بالك ده ضمير في اللغة الإنجليزية، غير انه عدد بمعنى واحد، ده ضمير كمان بمعنى المرء، المرء او الشخص. تمام، حتى الضمير منعكس منه oneself، oneself خد بالك. one على المرء طبعا has to، على المرء او يجب على المرء. avoid، avoid يعني ايه؟ يتجنب. برافو عليكم. avoid what is painful، على المرء ان يتجنب ما هو مؤلم. كلمة painful بمعنى مؤلم، عكسها painless يعني غير مؤلم. تمام، and keep in mind. keep in mind يا حبيبي التعبير ده احفظه زي اسمك، بمعنى يتذكر. تمام، and keep in mind، يتذكر او يضع في الحسبان. تمام، وان يتذكر pleasant memories، وان يتذكر الذكريات السارة. كلمة pleasant يعني صار، و memories يعني ذكريات. وان يتذكر او يضع في الحسبان الذكريات السارة المبهجة. This will also help him to be successful، وهذا ايضا سوف يساعده لان يكون ناجحا. يبقى على بعضها الناس اللي بتكتب معايا، لكي تتمتع بالسعادة او لكي يتمتع بالسعادة وراحة البال، على المرء ان يتجنب كل ما هو مؤلم او ما هو مؤلم، ان keep in mind، وان يتذكر الذكريات السارة، هذا ايضا سوف يساعده ان يكون ناجحا. يلا بينا نروح بقى للترجمة من عربي لانجليزي. يلا شطار 26، يلا كده امسك قلمك معايا. وكما تعودنا هنبدأ بمين يا حبايبي؟ هنبدأ بالفاعل. تمام، قواعد بقى لنا مع بعض. ترتيب الجملة لازم يكون ايه؟ لازم يكون فاعل ثم فعل. زمن الجملة بتحدده مضارع ولا ماضي ولا مستقبل. خد بالك الصفة قبل الموصوف، المضاف والمضاف اليه بنشقلب. كل ده انا شرحه في فيديو مهم جدا جدا في اهم قواعد الترجمة، فيديو واحد خد بالك مجمع والله مهم، زمايلكم شكروا فيه كتير جدا في قائمة سكيلز المهارات اللي موجودة على قناتي. ادخل على السكيلز هتلاقي هناك فيديوهات ازاي تكتب إيسي كويس، مقال كويس، ازاي تترجم بطريقة المحترفين. حتى عنوان الفيديو كيف تصبح عملاقا في الترجمة، ياريت ترجعوا. يلا بنا نترجم مع بعض. هنبدأ بالفاعل. حلو، تمام. طب هنا فعل ولا مفعول؟ نقرأ كده نشوف. تعقد المؤتمرات، يبقى جملة مبنية للمجهول. تعقد المؤتمرات، خد بالك من اللي جاي. الآن في كل مكان، في كل مكان للوصول لي سبل للقضاء على التلوث، فقد أصبح مشكلة خطيرة تهدد حياة الإنسان على الأرض. وصلت ولا إيه؟ تمام، يلا بينا بقى نسمي لو نبدأ نترجم بعد ما فهمنا الجملة. طيب يا شطار، مركزين معايا؟ مركزين معاك يا مستر. يقول لي هنبدأ الأول، يلا ونكتب مع بعض كده كما اعتدنا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بشوات. طيب نبدا الجمله بالمفعول بتاعنا اللي هو مين؟ conferences. يبقى نقول اهوت conferences، conferences. تمام، تقام، يبقى are held. الفعل hold يمسك او يقيم، يبقى are held التصريف الثالث منها. طبعا are held، يبقى conferences are held. تمام، now او ممكن تقول are now held، كل ده صح. Now. تمام، ليه يا عم الحاج؟ كمل معايا. ها، وممكن تقول ايه now؟ بيقول لي في كل مكان. حاضر، يبقى everywhere. ترجموا معايا شطار، حصر اهوت، بنترجم مع بعض خطوه بخطوه. يبقى على بعضها conferences are held now everywhere، يعني تقام الان او تعقد الان في كل مكان. ليه يا عم الحاج؟ to find ways to find، لكي نجد، to find ways، لإيجاد طرق. تمام، to eliminate، الله، to
يعني ايه اليمينيت يا شطار؟ الله ينور عليكم، ممتازين. اليمينيت بمعنى ايه؟ يقضي على، برافو عليكم. او القضاء اللي بيساوي كلمه ابروت برضه بمعنى يقضي على، اللي هي يو ها يو بي ار او 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 تي. يبقى ابروت هي اليمينيت. يبقى conferences are held now everywhere to find ways to eliminate eliminate ايه؟ التلوث. طيب يبقى كلمه تلوث اللي هي مين؟ pollution، برافو عليكم. ما اسمهاش بوليوشن حبيبي، اسمها ايه؟ بوليوشن، تمام. بي او دبل ال ال يو تي اي او ان، بوليوشن، تمام. كمل بقى يا عم الحاج. از ات هاز بيكم، از اللي هي بتساوي بيكوز، از ات، كمل الجمله. از ات هاز بيكم، خدنا ليه زمن المضارع التام هاز بيكم لان فيه لقد او قد، تمام يا شطار. از ات هاز بيكم لانه اصبح، تمام تمام. become ايه؟ كمل. a serious problem، يعني a serious problem مشكلة خطيرة، برافو عليكم. تاتا تاتا كده والإجابة هتجيبها صح إن شاء الله. serious. كمل بقى تحت كده يا شطار، تمام التمام. a serious، تمام. problem، يلا نكتب مع بعض كلمة problem أهي يا شطار. غيرت الأحمر، معلش أنا آسف، لاحظت إن كنت أكتب بالأخضر. problem عشان تظهر عندكم، تمام. a serious problem، زي الفل. كمل يا باشا. مشكلة خطيرة تهدد حياة الإنسان على الأرض، تهدد حياة الإنسان على الأرض. طبعا ممكن تقول which threatens، وممكن تقول على طول threatening verb ing. طيب خلينا في السهلة ونقول ايه بقى؟ which threatens، عارفين كلنا الفعل طبعا ايه؟ threaten. طب ليه حطيت الاس يا مستر محمود؟ لان مشكله التلوث مفرد، لازم يبقى في تناسب بين الفعل والفعل يا حبايبي. اذا كان الفعل مفرد بنحط للفعل اس، ولو الفعل جمع يبقى فعل بدون اي اضافات. problem which threatens، threatens ايه؟ human life، يعني human life، الله ينور عليكم، حياه الانسان، او man life، مفيش مشكله، human life او man life، حلو قوي. على الارض يبقى on earth، earth اللي هي الكره، مين؟ الارضيه، زي الفول. وما نساش الفول ستوب، يبقى على بعضه كده. يلا نقول مع بعض يا حبايب قلبي، صلى رسول صلى الله عليه واله وسلم. يبقى يلا كده خلصنا من الليله ديت، نقراها كلها على بعضها بقى. يبقى نقول ايه؟ conferences، هوضح لكم اهوت الكلام، conferences، تمام. معرفش في حاجه النهارده، تمام، هتبقى conferences. معلش في حاجه في الجهاز مش مظبوط عندي النهارده، استحملوني. are held، يعني are held، تقام. now الان، everywhere في كل مكان، احفظ الكلام ده، everywhere. to find ways لايجاد طرق، to eliminate، eliminate بمعنى ايه؟ يقضي على. pollution اللي هو التلوث، as it has become لانه اصبح، a serious، قلنا serious بمعنى خطير. problem، كنا عارفين كلمه problem بمعنى مشكله، تمام. which والتي، threatens يعني threatens، تهدي او threatening، الاثنين صح. human life او man life on earth. الى هنا يكون انتهيت من حل الامتحان الرابع نهائي كاملا بفضل الرحمن. وفي اخر كل فيديو كما عودتكم بطلب من حضراتكم دعم القناه، يا ريت يا حبايبي ما تنسوناش من الدعم. اللي ما اشتركش يتفضل يشترك معانا وينورنا بالاشتراك، تمام التمام يا شطار. ادعمنا بالاشتراك، بالاعجاب، بالتعليق، وشير على اوسع نطاق عشان غيرك يستفيد وتاخد اجر الدال على الخير كفاعله. الواجب بتاعك ان شاء الله اللي هنراجعه مع بعض بكره الامتحان الخامس. عذرا النهارده لو الصوت او التركيز قليل شويه، ولكن والله للتعب، والحمد لله رب العالمين انا اصريت برضو ان انزل الفيديو عشان افيد حضراتكم. والى ان القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.